بينما صوت أعضاء مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار يقضي بوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب في غزة، خرج البيت الأبيض بتصريح كالصاعقة يفيد بأن قرار مجلس الأمن غير ملزم. كيف ذلك؟ يتكون مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من 5 دول أعضاء دائمة تتمتع بحق النقد، هي الصين وفرنسا وروسيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، وعشرة أعضاء غير دائمين يتم انتخابهم لمدة 2 عامين. من الناحية النظرية ليس لصلاحيات مجلس الأمن حدود، ويفترض أن يلزم جميع أعضائه بقراراته التي يتم اتخاذها عن طريق التصويت بالإيجاب لـ9 أعضاء من بينهم 5 الأعضاء الأساسيين. لكن بما أن واشنطن من 5 الأعضاء الدائمين امتنعت عن التصويت على القرار، فمن ثم يصبح غير ملزم التنفيذ على الرغم من تأييد 14 عضواً بالمجلس مشروع القرار.